كنتمنى نبقى متماسك. كنتمنى نبقى متماسك يعني تأثرت، لكن ملي دخلوا هاد النساء وبداو كيصليو على النبي وكيزغرتو، قلت ما بقى عندي ما نقول، لان الشعوب ماشي هي الشعوب، هي الروح، الشعوب هي العاطفة. خليونا الله يرضي عليكم. لقد عبرتهم بأكثر مما يعبروا عنه، كيف قلت لكم يمكن القاعة صغيرة ولكن العواطف اللي فيها، اسمحوا لي انا كنتكلم معكم هكذا، كنتكلم معكم هكذا لانه كيبقى في الحال، كيبقى في الحال الاخوان الطيبين والصالحين والصادقين اللي شفتيهم وعرفتيهم وعشتيهم معاهم مده طويله، على الاقل المده اللي كانوا فيها في الحكومه، وكتبقى تقول مال هاد البلاد، شنو درنا لها، علاش يتم التآمر على واحد الحزب اللي خدم بنيته صادقة بيدو نظيفة، على واحد الحزب اللي انطلق من المجتمع، من الشعب، مأسسته لا الداخلية ولا الخارجية ولا الإدارة ولا الأموال ولا نظرية خارجية ولا شيء، أسسته مجموعة من الشباب بالتعاون مع بطل من أبطال المغرب اللي هو الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله، وانطلقت في الحياة وبرزت وعرفوها الناس ونجحت، جابت تسعود نهار الاول، بطبيعة الحال جابت كثر، كل شيء كيعرف هذا الشيء، نهار 97 في البرلمان، وجابت في 2042، الناس شافوها عرفوها حسوا بها، عرفوها كتحرق عليهم، على بلادهم، على دينهم، على الهوية ديالهم، على الأسرة ديالهم، تقوا فيها، انتقلت من 14 اللي كانوا عندها ل 42، وفي 2011 اللي كانت البلاد مهددة باش تشتعل وتحترق بحال اللي احترقت دول أخرى بجوارنا قريبة منا ولا تزال تحترق إلى الآن، وقف هذا الحزب، هذا الموقف اللي كيخصو يوقف، وقال الإصلاح لا بد، والناس اللي خرجوا للشارع كيطالبوا بالاصلاح عندهم الحق، ولكن ردوا البال، بغينا الاصلاح ماشي بغينا الافساد، ماشي بغينا نحرقوا الطنجره ديالنا، ماشي معقول نسخنوها واخا، ولكن والشعب تجاوب، وقبل ذلك جلاله الملك عمل خطاب عتق فيه المغرب ودار فيه دستور جديد، عن على دستور جديد وانتخابات جديده قبل اوانها، وفاز العدالة والتنمية وترأسنا الحكومة خمس سنوات كافية باش نبانوا على حقيقتنا. ما يمكنش خمس سنوات تخبع، شهر شهرين عام عامين، ما تخبعش خمس سنوات. المغاربة حسوا بلي هاد الشريحة هذه شريحة سياسية صحيح، لكنها مختلفة عما سبق ومختلفة عما ترى،
واخا حتى هما ناس بحال الناس كاملين كيعجبهم يكونوا بخير من الناحيه الماديه ولكن ما كيمدوش يديهم للحاجه اللي حرم الله، واخا عز عليهم الحزب ديالهم ولكن كيسبقوا المصلحه ديال المجتمع قبل من ديال الحزب والمصلحه ديال الدوله قبل من ديال الحزب، فهمتيني ولا؟ ملي شافوا الناس هذا الشيء ملي جات 2015 و2016 صوتوا علينا تصويت كبير، 2015 دينا كافه المدن تقريبا وجوج ديال الجهات، وانتقلنا من 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 لا من 107 العدد 2015 انتقلنا ل 5000 مستشار، فهمتيني ولا؟ من 500 ل 5000 شي حاجه بحال هكذا، من 1500 ل 5000، وانتقلنا من 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 107 اللي جبنا في 2011 ل 125. علاش 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 نوضوا نتآمروا على هذا الحزب؟ علاش يجي السي عزيز اخلوش ديك الساعات؟ حيت هادشي كلشي اللي تنعيشوه راه غير نتائج المؤامره ديال 2016. ما تغرتروش الاخوان، انت ولا المؤامره ديال 2016 اللي قالت لا العداله والتنميه واخا يربح ماشي عبد الاله بن كيران هو اللي يقود الحكومه. جابوا السي سعد الدين العثماني منا والينا، كان منا والينا ولا يزال منا والينا وسيبقى منا والينا، ولكن انا كنت كنسلك ونتفهم ونتعاون ونتواجه. هو جاب اسلوب اخر. شنو كانت النتيجه؟ الاستمرار ديال المؤامرة، وهو الربعة اللي كانوا حالفين ما يدخلوا إلا يدخلوا معايا مجموعين وعلى ودهم سمحت في رئاسة الحكومة، فهمتيني ولا؟ هيمنوا على على استفدوا من كل شيء، استفدوا من الكوفيد واستفدوا من كل شيء، وجات الانتخابات وخذوها بالكذوب والبهتان والفلوس. اسمح لي يسمحوا لي المغاربة اللي خداو الفلوس، عيب عليكم، ما كانش خاصكم تاخذوا الفلوس، بعتيو بلادكم، بعتيو المستقبل ديال ولادكم، بعتيو الحقيقه التي لا تباع، وكنتمنى تكون هذه هي الاخرى، لان عاود غيتجبدوا الفلوس في الانتخابات المقبله.